وبحق ونسألك من فضلك العميم الواسع السابق وتبنى بها عن جميع خلقك إنك على كل شيء وتوفينا بها أنه الناظرين والطامعين والطاغين وقلوب الحاسدين والباقي كما أحفت الروح في الجسد يا الله وأن تشفينا بها كما جعلتها شفاء لمن قرأها ولمن قرأت أهل الأف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة وأن ترزقنا قلبا خاشئا خادئا ضارئا وعينا بقية وبدا سان صابرا ويقينا صادقا بحكي صاد توبة الناس ولسانا ذكرا وحامدا وصابا موافقا وسنا صولا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وخلقا حسنا وعملا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة ورعة مؤمنة طاعية لها دنيا وكل نية صلى الى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتح بن الشفاء والعافيه ان الله يشفي مرضانا ومرضى والدينا ووالديكم وخصوصا هرتن بن سدد اليام بن جاب الحديث زين بن جاروز شفعا اجلا لا يقدر بسقما واعلم الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. الفاتحه لروح الشيخ محمد بن شبان رسول عبد الله والى رسول المهدي والشيخ الحبيب بن حسين العلي بن غويت المرتبه من عدو سامع خدام بجهيم وانفعنا بنتم في الدنيا ودنا الاخره الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جرام بلسانه حجت دمعا جرى في مقلت بدم امت الريح من تلقاء كلمه وامضى البرق في ظلمه من عظم فمن عينك ان قلت تفاهه مهد ومن قلبك ان قلت أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومقرب لولا الهوى لم ترد دمعا على طلب ولا أردت بذكر البني والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأفتت الوجه قد عبرت والحب يعتني ذو اللذات في العلم يا نائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلم عنك حالي أنا سري بمستتر عن الوشاة على بائد منصف وحتى من إن المحيط عن العدل في صمم إنك من غوايته كما يراد جماع الخيل بالنجوم فلا ترد المعاصي كسر شهوته ان الطعام يقوي شهوة النهي والنفس خطف ان تهمه شفعا احب الرضاء وان تختمه ينفق بغصب فقال او احد ان تولي
كم حسنا مدة للمرء قاتلة من حيث لا يدري أن السم في الدسم وقت التسادس من جوع ومن شبع فربما شر من الثقم والسفر دمعا من عين قليل ألا من المحارم والزمحية مدى وخلفين نفسه والشيطان واصهم وإنهما لحظة الوصف الفتهم ولا تطع منهما خصم ولا حكم فأنت تعرف في القصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسلت بي سندي أمرت فلا خير لكن أتمرض به وما استقرت فما قولي لك استقيم ولا تزوت قبل الموت نافلة ولا تصلي سوى فرد ولا تصلي مولاي صلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم ظلت سنة من أحيا الضلال إلى أن اشتكى القدم الضر من ورم وشد من سغم أنشأه وطار تحت الحجارة كشف مطرف الأدم ورمت الجبال شم من ذهب عن نفسه كرها أيام إن الدنيا ضرورة من لولا ولم تخرج الدنيا من عدم محمد سيد القوم والأقلين والفريقين عرب وعدين نبينا يا أمير النبي فلا أحد تبر في كل دم ولا نعم والحبيب الذي تلقي شفاعته لكل هول من الأول مستمسكون بحق غير منتصم فقد نبينا في قلب وفي قلوب ولم يدانه في علم ولا كرم وكله برسول الله ملتم غرفا من البحر او رشفا من الثياب وواقفون لدي عند حاكم من نقط العلم او من شمسة الحكام فهو الذي تم وانصب إلى قدره ما شئت من عظام فإن فرص لله ليس له حق فيعرض عنه نطق بفم لو نسب والله آيته عظام أن يسمع العدل كالإمام أن يتحين بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نركب ولا فمعناه فليس يرى بالقرب والبعد فيه غير منتحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الظرف من الدم وكيف يفرق الدنيا حقيقة مقام النيام تسلوا عنه بالعلوم فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه وكل علم عند الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شخصت منهم مواكب يهرن أنار أهل الناس في ظلام أكن بقلب نبي زنه خلقا بالحسن مستمل بالبشر مرتسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبدر وهو فرد من جلالته في أحكامه
سعاده من معدن من هو مبتسم في بيان منه تربا ضمان ضمه قبل المنسى من هو ملتثم مولاي الصال وسلم دائما ابدا على هديك خير حقك نسبة قدرة القسمين
مقام غير مزدحم و
جل مقدار ما وليت من رتب وعزت قدر طمع وليت من في بشرى لنا معسكرا تحسبون
زخرف الأكمام كل كم كأنه في ظهور الخيل نبتر من شدة الحزم من شدة العظم قرت قلوب العيال المعصيم قامت مدى الفرق بين الباب خدمته بمديح استطيل به ذنوب عمر مضى شر والقدى إن قلد لي ما تخشى عواقبه تجارتها لم تشتري الدين في الدنيا ولم تكرمي ومن يبيع الاله منه بعدله يبل له الغبن في بيع وفي سلم من النبي ولا حبل بمنصره فإنني ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى خلق بالذمم إن لم يكن في معاني وإلا فقول يزل لا قدري حشاه أن يحكم رجم كائنه Oh.
حسبي الكربة يا واسع الكرم يا ربي واختم لي قارئ وسميعيه بحسن خاتمتين يا مجدي يوماني والحسن بنجامي حق لما تلني الرحيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين في الرجعه.